مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة ومن يجدها. البرنامج اللي دايما بنحب اننا نتكلم في كل حاجة تخص الأسرة، بيهمنا جدا آرائكم، بيهمنا جدا تعليقاتكم على كل حلقة، بيهمنا جدا تكونوا متواصلين معانا طول الوقت وتقولوا لنا انتم محتاجين نتكلم في ايه، علشان وارد جدا يبقى في حاجات مش احنا ما فكرناش فيها او ما تخيلناش انها مثلا بتهم أسر او بتهم مثلا المرأة. فرجاء كلمونا وتواصلوا معانا طول الوقت. طبعا كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، والنهاردة احنا معاكم الحلقة 401 من حلقات من يجدها. 400 حلقة عدت من يجدها، اتكلمنا في موضوعات كتير جدا تخص المرأة وتخص الأسرة، تخص العلاقة ما بين الزوج والزوجة، تخص تربية ولادنا، تخص حاجات ليها علاقة قوية بالمرأة زي المطبخ والفاشن وإلى آخره. فكل سنة وانتوا طيبين، طبعا كل سنة وكلنا في فريق عمل من يجدها طيبين. ميرفت كل سنة طيبة. وانت طيبة سالي، ازيك عاملة ايه؟ تمام. كل سنة وانتم طيبين. زي ما سالي قالت، 400 حلقة من برنامج من يجدها قدمنا فيها كل ما يخص الأسرة المصرية. 400 حلقة واحنا اهتمامنا وشغلنا الشاغل هو كل ما يهمكم، بنقدم لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو ممتع في نفس الوقت. 400 حلقة وفريق الإعداد الحقيقي أودات إبراهيم لا تكل ولا تمل، تجيب لنا كل ما هو جميل وكل ما هو شيق وكل ما هو مفيد للأسرة. كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا، الحلقة رقم 401، يعني الحلقة اللي بعد 400. الحقيقة قربنا على 8 سنوات في برنامج من يجدها. في الأول كنا برنامج تسجيلي، لكن التطور اللي حصل بعد كده في أننا نكون مباشر علشان نتواصل معاكم بالشكل اللائق، مباشر علشان نعرف أسئلتكم ونجاوب عليها في نفس الوقت، مباشر لأننا بنهتم بكل تفاصيل حياتكم وبكل كلمة حابين تعرفوها او كل سؤال حابين تعرفوا اجابته. النهارده حلقتنا في اول فقره هتكون معانا التغذيه في حمايه اولادنا من مرض السكر. يا ترى ايه هو مرض السكر عند الاطفال؟ وهل التغذيه فعلا بيكون ليها عامل مساعد في ان تظهر المرض، او ان الطفل حتى لو جاله فبالتغذيه السليمه ان ممكن يخف من مرض السكر؟ أعراض المرض إيه؟ يا ترى الأم تعرف إزاي إن ابنها عنده السكر؟ طيب طفل صغير بيشوف أصحابه الصغيرين بيلعبوا بيأكلوا سويتس وبيأكلوا كل اللي نفسهم فيه، إزاي تقدر تعمل كنترول على الطفل ده؟ وهل بالفعل الطفل لو أصيب بالمرض السكر، اللي هو طبعا لما بيكون عند الأطفال بيكون من الدرجة الأولى، هل بالفعل ممكن يشفى تماما منه؟ وهل لو شفي منه ممكن يرجع له تاني في الكبر؟ أسئلة كتيرة جدا محتاجين نعرف اجابتها النهارده من ضيفتنا اللي هتكون معانا. مين يا سالي؟ هيبقى معانا في الفقره الاولى مع ميرفت دكتور بهجه البدري، رئيس مجلس اداره جمعيه اطفال السكر. هتنورنا علشان تتكلم في نقطه مهمه جدا، والحين دي فعلا اكتر حاجه بتهم الاطفال واكتر حاجه وارد تبقى مؤذيه للاطفال. زي ما قالت ميرفت انه اتكلمنا فعلا في حاجات كتير جدا، وفعلا اودات المعده بتاعه من يجدها اللي كانت موجوده من اول يوم لغايه الحلقه دي طول الوقت كانت بتتكلم في مواضيع مهمه، طول الوقت كانت بتحاول انها تدور اللي ممكن يهم الاسره. الحقيقه انا في مره سالتها انت ازاي بتجيبي كميه المواضيع، بيجيلك افكار. ايوه بيجيلك افكار كل ده ازاي؟ هي فعلا يعني فريق من يجدها كله تعب على مدار 7 سنين اللي فاتوا، واللي داخلين خلاص في السنة الثامنة. كمان في ال7 سنين اللي فاتوا اتكلمنا في نساء كتير جدا في الكتاب المقدس، واتكلمنا في سفر الأمثال، واتكلمنا في حاجات تخص علاقة الأسرة وازاي نتعلم وناخد كلام الإنجيل كطريق نمشي عليه علشان نعرف تبقى حياتنا صح. كل سنة طبعا وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم الرسل، والحقيقة انه صوم الرسل ده بيخلينا طول الوقت نفتكر الكرازة، طول الوقت بيخلينا نفتكر انه احنا علينا دور كبير تجاه ان احنا نوصل رسالة للعالم كله. من النساء اللي حابين نتكلم عنهم النهاردة واللي كان ليهم دور كبير جدا في الكرازة هي ليديا بائعة الأرجوان. الحقيقة انه احنا عايزين نتكلم عن ليديا،
عايزين نتكلم عن هي ازاي اصلا تقبلت فكرة المسيحية، وازاي اصلا هي بدأت الكرازة، وايه معنى اسمها، تقبلت ده ازاي من معلمنا بولس الرسول. حابين نتكلم على المكان اللي هي بدأت تشتغل فيه، وبدأت تشتغل في صناعة الأقمشة المصبوغة. حابين نتكلم في كل حاجة تخص ليديا، وحابين طبعا حضراتكم تبقوا متابعين الفقرة دي النهاردة. ده طبعا هيبقى في فقرة الفقرة الثانية اللي هي فقرة سفر الأمثال. هيكون معنا مين يا ميرفت؟ هيكون معنا القس كيرولوس ساويروس، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة. هنطلع لفاصل ونرجع لكم نبتدي فقرتنا الأولى، وأهمية التغذية في الوقاية من مرض السكر للأطفال. خليكم معنا بعد الفاصل. النهارده انا حابه اتكلم معاكم عن اتيكيت الاطفال. في اتيكيت الاطفال في مبدا مهم جدا للاسف مش موجود كتير في ولادنا، اللي هو مبدا الاحترام. ويمكن بنحسه لما ولادنا بيكبروا بيدخلوا في مرحله المراهقه، بنحس ان المبادئ دي شبه تلاشت. فالاحترام مبدا مهم جدا جدا في الاتيكيت. لو انا هتكلم على الاحترام، عندي كذا شكل الاحترام. عندي احترام الاشخاص، وعندي احترام الاماكن، وعندي احترام الاشياء، وعندي احترام النفس والغير. فانا النهارده حابه اتكلم معاكم عن احترام النفس، ازاي اعلم ابني احترام النفس، احترامه لنفسه واحترامه لغيره. طبعا الغير يعني الاب والام، المدرسين، كل الناس اللي حوالينا، ما بنفرقش في الاحترام ما بين كبير وصغير. فانا دلوقتي عشان اغرس في ابني نقطه الاحترام، مهم جدا ان انا ما اجيش مثلا على نقطه احترامه لنفسه على حساب احترامه لغيره. ففي دلوقتي في اهالي بيعلموا ولادهم ان هو لازم يحترم نفسه، يبقى يعني نفسه بس، مش فارق معاه اي حد، ما عندوش اي احساس باللي حواليه، مش فارق معاه اي حد. ودي نقطة وحشة جدا، لان دي بتزرع الانانية في الطفل. فلازم وانا بعلمه ابقى متوازن في التعليم، احترم نفسي قد ما بحترم اللي حواليا. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اقول له انت ما يهمكش من حد، اهم حاجة انك انت تبقى قاعد مستريح واعمل اللي انت عاوزه حبيبي، ومش مهم اللي حواليك. لازم ناخد بالنا من النقطة دي، ان واحنا بنعلم ولادنا ما ينفعش ان انا اعلمه ان هو يحترم نفسه على حساب غيره. في ناس تانية في الاحترام بتقهر ولادها للأسف، وبتقول لهم انت لازم تبقى محترم مع الناس وتتعامل معهم بذوق وأدب وأخلاق، ومش مهم انت. يعني احيانا مثلا يبقى حد غلطان في ابني، ولد غلطان في ابني، ويقول له روح، انت من الاحترام انك انت تروح تعتذر له. لا، احنا لازم نبقى متوازنين، لانك انت كده بتقهر شخصية ابنك. لو انت علمته ان هو يحترم الناس على حساب نفسه، لا، بيبقى في حدود. حتى انا بحترم الناس زي ما بحترم نفسي. فياريت ناخد بالنا واحنا بنعلم ولادنا ان ما ينفعش ان انا اعلمه ان هو يحترم الغير يبقى على حساب نفسي، عشان بالشكل ده انا بخليه ما عندوش ثقة في نفسه، بخليه قلقان وخايف، ما بينميش نفسه. فلازم نزرع في ولادنا الثقة، علشان زي ما اتفقنا، علشان اعلم طفلي الاحترام لازم انا اكون بتعامل معاه باحترام، ولازم هو يشوفني ان انا بعامل الناس كلها باحترام. يعني احنا بنقول الطفل في السن الصغير بيتعلم بالقدوة وبالمثل الاعلى اللي قدامه. لو هو شايفني انا بتعامل مثلا، احنا بنقول احترام الاشخاص، الاشخاص منهم طبعا بابي ومامي، ومنهم تيتا وجدو، ومنهم اي حد حوالينا.
ومهم، واحنا بنعلمه الاحترام، ان هو الاحترام ده يكون لكل الناس زي بعض. يعني ما ينفعش مثلا ان انا ان انت حبيبي لازم تتعامل معايا بذوق وادب. ومن وسائل الاحترام ان هو بنقول اللي هي الماجيك ووردز بتاعتنا، الكلمات السحريه، ان هو اشكر بابي على اي حاجه عملها لي، اشكر اي حد بره على اي حاجه عملها لي. فدي بتبقى نقطة مهمة جدا في الاحترام. كتير لما بنحب نكافئ أولادنا دايما نقول لهم لو عملت الشيء الفلاني أو لو نجحت في المدرسة هنخرج ناكل برا. أحيانا التغذية الغير سليمة بتضر أولادنا للأسف، يعني حتى دلوقتي حتى المصريين للأسف حتى لما بيحبوا يخرجوا بيخرجوا علشان يتعشوا أو يتغدوا برا، هي دي متعتهم وهي دي فسحتهم. يا ترى الأكل في الخارج مضاعفاته إيه؟ هل التغذية السليمة ممكن تقينا وتقي أولادنا من بعض الأمراض، بالأخص مرض السكر عند الأطفال؟ الأطفال الصغيرين حابين ياكلوا بره كل ما هو ممتع بالنسبة لهم، لكن مش كل حاجة بياكلوها بره هي مفيدة بالنسبة لهم. أهمية التغذية في الوقاية من مرض السكر أو مضاعفات مرض السكر، يا ترى لو طفل أصيب بمرض السكر هل يقدر فعلا يكون هو مرض رفيق ليه مدى الحياة زي الكبير مثلا؟ دايما نسمع ان مرض السكر هو ممكن يكون مرافق للانسان طول حياته طول ما هو بيلتزم بغذاء معين. هل نفس الشيء بالنسبه للطفل؟ هل يقدر الطفل فعلا تقدر الام تعمل كنترول عليه؟ هو ده اللي هنعرفه معاكم النهارده، واهميه التغذيه للوقايه من مضاعفات مرض السكر من ضيفتنا اللي بتشرفني جدا وبيسعدنا ان تكون معانا دكتور بهجه البدري رئيس مجلس اداره جمعيه اطفال السكر. اهلا بحضرتك، منورانا. اهلا بالسيتي في. اهلا بيكي. ومبسوطين ان حياتك معانا في الحلقه 401. انا اكتر، ودايما في تقدم، ودايما انتوا يعني منورين في كل وقت وبتعملوا لنا كل حاجه حلوه وبتنشروا كل تعليم وكل توعيه للناس كلها. ميرسي يا دكتور. خلينا في البدايه قبل ما نتكلم عن مضاعفات مرض السكر نعرف ايه هو مرض السكر بالاخص عند الاطفال. احنا نعرف ان السكر نوعين، لكن نعرف ايه النوع اللي بيصيب الاطفال وإيه هو تعريف المرض؟ طيب خليني الأول قبل ما نقول تعريف مرض السكر خليني نتكلم الأول إيه هو الجلوكوز نفسه أو إيه هو السكر عشان نفرق بين السكر كعنصر بناخده أو ومرض السكر. فبالنسبة للجلوكوز إزاي بنحصل على السكر وفايدته إيه؟ يعني إحنا قبل ما نتكلم عن السكر خلينا صحيح. نقول فايدته إيه؟ صحيح. وقلته بتسبب إيه وزيادته بتسبب إيه وهو جه منين؟ بنقول إن إحنا لما بناكل الأكل بتاعنا سواء نشويات أو أي أكل بناكله والسكريات بتتهضم في المعدة ويمتصها الجسم على هيئة جلوكوز بينزل في الدم، بيبقى العضلات والخلايا بتستخدم هذه الجلوكوز عن طريق الطاقة، بتاخد الطاقة دي وتقوم بجميع الوظائف بتاعة الجسم. بعدين أول ما بتستغل الطاقة دي العضلات أو الخلايا بتاخد الطاقة دي بتبتدي تقل، ففي هرمون موجود في البنكرياس اسمه الجلوكاجون بيحفز الكبد يقول له يا هات لي جلايكوجين اللي عندك، الخزين بتاع السكر اللي عندك طلعه علشان استخدمه في الطاقة بتاعتي. طيب خلص الطاقة، يعني خلص في الأول البنكرياس بيفرز الأنسولين اللي هو يعتبر بيخفض نسبة السكر في الدم، وبعد كده هرمون يعني الجلوكاجون هو الأول. يعني ما احنا أنا مش راضي أتطرق للأنسولين دلوقتي عشان أقولك السكر بيجي إزاي. احنا الأول بنتكلم عن عنصر السكر ده إزاي بيتعمل أو مراحله إزاي. فبيبتدي لغاية الجلوكوز بينزل في الدم ببتدي أستغله، وبعدين بيخلص خلاص أنا أكلته وخلصت مفيش سكر من مصدر خارجي، انا بستخدم قل السكر في جسمي. ده انا بتكلم على الانسان الطبيعي تمام. اللي ما عندوش لسه سكر يبتدي الجلوكاجون يطلع بسرعه يقول للكبد طلع لي الخزين السكري اللي عندك الجلايكوجين اللي عندك طلعه لي عشان انا عندي نقص في السكر عندي صحيح. عايز طاقه، الجسم عايز يقوم بكل الوظائف بتاعته فيطلع له السكر. طب خلص السكر الجلايكوجين اللي عندي الخزين من مصدر داخلي وخلص السكر اللي من بره ما فيش اكل داخل، فالجسم مش هيقف لازم يقوم بكل الوظائف الحيويه بتاعته، هيضطر يعمل ايه؟ الجلايكوجين ده نفس الجلوكاجون ده نفسه الهرمون ده بيفرز بيدور على مصدر من الطاقه من الجسم من مصدر غير نشوي
ازاي بقى؟ ان هو يروح يكسر الدهون والبروتين اللي موجود جوه الجسم عشان يحصل على مصدر طاقه واللي هو الاسيتون. تمام. ده مصدر طاقه بس مش من غير مش من مصدر نشوي، وده مش كويس لانه بيطلع معاه كيتونات ويسبب كيتو اسيدوزيس اللي هي بقى الاحماض الكيتونيه، ويعمل تحمض الدم وتلاقي ريحه البق كده، ريحه اسيتون. تيجي بقى حته مرض السكر، الاول نعرف تسميته جه منين، اللي هو ديابيتس ميلاتس اسمه كده في الاول، فده جت تسميته من العصر الاغريقي. كلمه ديابيتس معناها تدفق البول كتير، وميلاتس جايه معنى غسيل او مرور السكر، فمعناها على بعض مرور السكر بكثره او تدفق البول بكثره، هو كثره التبول. تمام. فكثره بيحصل ازاي بقى؟ احنا اخر حاجه وقفناها كنت بقول لحضرتك ان الطاقه لما بيوصل الجسم لغايه وجود الطاقه في الجسم، العضلات والخلايا بتستغل الطاقه دي عشان تقوم بالوظائف الحيويه. مين اللي بيسمح للخلايا والعضلات انها تحصل على هذه الطاقه؟ هو الانسولين. تمام. هرمون الانسولين موجود فين بقى؟ في جزر لانجرهانس، موجوده في البنكرياس، خلايا بيتا سيل موجوده في البنكرياس. بتطلع الانسولين. بنقول للاطفال الانسولين ده عباره عن المفتاح اللي بيفتح للخلايا والعضلات، يقول لها اتفضلي ادي الطاقه عندك خديها عشان تستغليها في وظائف الحيويه. تمام. طب الاسيتون مش موجود، هو السكر موجود بره، بيتراكم يتراكم يتراكم يتراكم. لو موجود الانسولين بيفتح الباب يدخل الطاقه، اقوم بوظائف الحيويه كلها. طيب الانسولين مش موجود، بيفضل السكر يتراكم يتراكم يتراكم، مش لاقي حد يفتح له، فبتدي ينزل في البول، فبيظهر مرض السكري او البول السكري. من هنا بقى القصه بتاعته كلها عشان نبقى عارفين ازاي السكر جه اصلا وبتسبب ازاي. عشان كده مريض السكر بيقولوا عليه دايباتيك. ديابيتك. ديابيتك. نفس الشرح اللي حضرتك شرحته. هو بيبقى ديابيتك. طيب بس إيه؟ انواع وحضرتك أنواع. انواع السكر في كذا نوع، في سكر تايب 1 اللي هو بيصيب الاطفال. ايوه. ده معتمد تماما على الانسولين، ما بيقدرش ياخد اي حبوب او اي حاجه خالص، لان لو اخد الانسولين ولازم ياخده على عن طريق انجكشن او حقنه، بتبقى حقنه الانسولين، لان لو اخده عن طريق البق ده هرمون، الهرمون يعني بروتين زيه زي اللحمه زي الفول، فهيتهضم عن طريق المعده، فلازم يتاخد عن طريق حقن، ما بيتاخدش عن طريق تابلتس او حبوب زيه زي تايب 2. في نوع تاني تايب 2 اللي هو بيصيب الكبار. في سكر الحمل، في سكر المودي او النادر، وده بيبقى نوع تاني مش كتير بيحصل. يعني يعني ايه مودي او نادر؟ يعني الانسان يتعرض مثلا لحاله نفسيه سيئه ولا ايه؟ لا، هو بيبقى موجود السكر بس مستقبلات الانسولين ما بتستقبلش الانسولين اللي موجود، هو اوريدي موجود انسولين في الجسم بس المستقبلات بتاعه الانسولين ما بتستقبلش الانسولين ده، فما بيبقى كانه مش موجود. ده سببها مثلا سمنه او ما شابه ذلك، ولا بيكون سبب لا بتبقى عوامل من الجسم بقى حاجه ثانيه، بتبقى بيصيب الجسم ده زيه زي تايب 1 وزي تايب 2 زي تايب، يعني بيبقى نوع من انواع السكر. طيب نروح للنوع اللي بيصيب الاطفال تايب 1. يا ترى سببها ايه؟ سببها تغذيه، ولا ده بيبقى فيروس مثلا بيصيب البنكرياس، ولا احيانا اصل بنسمع كلام كتير قوي. يعني انا شخصيا سمعت ان الطفل الصغير مش لازم يكون وراثه مثلا، عامل وراثه، او مش لازم يكون مثلا التغذيه هي السبب، ده ممكن يصيب فيروس بيصيب البنكرياس، الكلام ده صح؟ شوف يا مربط بقى، في اسباب لغايه دلوقتي ما نعرفش سبب رئيسي بالظبط نقدر نحط ايدنا عليه ونقول هو ده بس تحديدا هو اللي بيجيب السكر، لكن في كذا سبب. منها اول حاجه بنقول ان هو عباره عن فيروس بيهاجم جهاز المناعه، بيقتل جزر لينجر هانس الموجوده في البيتا سيل الموجوده في البنكرياس، يخليها تبطل تطلع انسولين. لكن هو جهاز مناعه، يعني هو مرض مناعي يعتبر؟ لا، هو يهاجم جهاز المناعه اللي هو يعني يهاجم بالظبط تحديدا، بيقتل جزر لينجر هانس بيوقفها، هي اللي مسؤوله عنها تطلع هرمون الانسولين. دي بتوقفها. زي ايه؟ زي بنقول ان كاف، زي فيروس النكاف او اللي هي الغده النكافيه، زي فيروس الحصبه الالماني وغيرها، خلافه من الفيروسات المختلفه. ده سبب. سبب تاني بنقول ان شرب لبن الابقار للام اثناء الحمل او اثناء شرب الطفل في السنين الاولى من عمره، ده سبب رئيسي جه برضو جدا. انا وبحضر الرساله كان ابحاث كتيره جدا طلعت في الموضوع ده، ان شرب لبن الابقار بيسبب ليه. Yeah. على دي جديده دي يا دكتور، احنا اول مره نسمع. السنين الاولى يعني جديدة. كم سنه برضو عشان يبقى عارفين؟ لا دي مش تحديدا، يعني سنتين ثلاثه اربعه السنين الاولى دي. ليه بقى؟ لان الطفل بتبقى لسه معدته ما بتقدرش تهضم كل البروتينات التقيله. فاللي بيحصل ايه، وبالذات لو اكبر احصائيه على فكره في السعوديه والكويت اكتر بلاد بيبقى موجود فيها
ليه برضو؟ علشان هو بيقول ان البقر المفروض انه يتحلب كل 8 ساعات عشان السلسله البروتينيه بتاعه اللبن تبقى اكتملت. هما يعني اللي بيحصل ان بيتم حليب البقر كتير 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 بسرعه بسرعه، كل كام ساعه بسرعه ما بتكملش، فالسلسله البروتينيه ما بتبقاش اكتملت، فبيبقى البروتين معقد تقيل، فبياخدوا الطفل بيبتدي يتهضم ها لغايه لما ينزل لغايه الامعاء، بيبقى لسه البروتينات مش قادر الطفل يهضمها كويس، فبتنزل على هيئه اجسام غريبه في الدم. اللي بيحصل بقى الاطفال اللي عندهم استعداد الاصابه بمرض السكر بيبقى عندهم انتي بوديز او اجسام مضاده ضد اسمه كده بروتين مصل حليب البقر اللي هو اسمه بي اس اي. يبتدي يهاجم، اول ما يلاقي البروتين الغريب ده دخل الدم يبتدي بسرعه يهاجمه. لسوء الحظ ايه بقى؟ ان البروتين بتاع الانسولين اللي موجود في الخلايا البيتا سيل هو نفسه بي اس اي. فيبتدي الانتي بوديز او الاجسام المضاده تضرب في الاثنين مع بعض، الجسم ما بيقدرش يتعرف، بيبقى خطا من الجسم ما بيقدرش يتعرف على مين البي اس اي بتاعته بتاعت جسمه ومين البي اس اي بتاعه البروتين اللي بتاعت حليب البقر اللي داخل، فبيقتل الاثنين. فبيضرب البي اس اي بتاعه، يوقف الخلايا البيتا سيل اللي موجوده فما بيطلعش انسولين. صحيح. فده سبب تاني. في سبب تالت بنقول الوراثه قليل جدا، يعني عامل الوراثه في تايب 1 مش كتير. بنقول ان لو الاب عنده سكر بيورث الاطفال 6%، بتبقى نسبه الوراثه 6%. لو الام اللي عندها السكر بيبقى نسبه الوراثه 1-3%. الام اقل. الام اقل. الاب بيورث السكر اكتر من الام في تايب 1. تمام. طب ليه الاطفال بالذات ما بتصابش غير بتايب 1؟ ليه الطفل ما بيصابش بتايب 2؟ بصي حضرتك، هو في اطفال بتبقى عندها على فكره تايب 2، لان ده بيتعرف عن طريق حاجه اسمها سي بيبتايد وحاجات بقى تبع طب التحاليل. والكلام ده كله بنعرف بقى، في حاجات برضو بتبع انفستيجيشن كلها فحوصات بتتعمل في الجسم بتفرقي بين تايب 1 وتايب 2. في اطفال بتبقى بتجي لها تايب 2 بتتعالج مش بالانسولين، بتتعالج عادي، لكن تايب 1 طالما جه بيبقى الانسولين ليه بقى؟ لان البنكرياس بيبقى توقف تماما، مفيش ولا نقطه انسولين طالعه غير حته شهر العسل دي، واحنا مش هنتطرق كتير، احنا عايزين نتكلم على التغذيه اكتر. بتبقى خلاص بيبقى يوقف، فلازم اخد انسولين خارجي. عشان كده بيسموه الطفل تايب 1 المعتمد على الانسولين تماما. اي اكل بياخده من بره لازم ياخد قباله انسولين، انما تايب 2 بيبقى البنكرياس موجود فيه انسولين بس كسلان، فبيديله منشط للانسولين للبنكرياس، وفي نفس الوقت بيديله حاجه تعالج السكر. تمام. فده موضوع تاني، يعني احنا بنتكلم على تايب 1 اللي هو معتمد على الانسولين. طيب لو اي ام ما بتتخيلش ان ابنها او بنتها دي ممكن تكون مصابه بالسكر، طبعا ايه الاعراض اللي اول ما الام تكتشفها او تشوفها عند ابنها او بنتها يعني تشك وتجري بسرعه تعمل التحاليل؟ ده سؤال هايل على فكره. تمام. لان للاسف فعلا معاكي حق ان تايب 1 بتاع الاطفال مش كل الامهات او الاب يعني اللي هو ملازم للطفل بيقدر يدرك تماما ازاي يقدر يكتشفه بسرعه. سكر الأطفال يعني لو كان مثلا وصل لغاية تحمض الدم والقيء وإسهال بيصنف على أنه نزلة معوية مش بيتعرف. لو دوخة وجوع ومش عارفة إيه يقول لك ده إرهاق، لو إرهاق وتعب يقول ده إرهاق، يعني ما بنقدرش. لكن في كذا ثلاث علامات كده رئيسية لو الأم أو الأب شافوا أو لاحظوا دي على طفلهم لازم ياخدوه إلى أقرب معمل تحليل وكده ويحللوا له نطمن. أول حاجة كثرة التبول اللي هو يروح التويلت كتير جدا أكثر مما هو معتاد. يعني عدد مرات التويلت اللي بيتردد على التويلت تبقى أكثر من اللي هو متعود عليها. نمرة 2 عطشان جدا 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 قوي، على طول عطشان، عايز اشرب يشرب ميه كتير برضه. الاطفال بتجري كتير يا دكتور، فطبيعي ان الام تحس ان ابنها بيشرب كتير لانه بيجري في الحر كتير وبيلعب فممكن. أنا بقول لحضرتك مجتمعين، انا مش بقول لوحدها. يعني حضرتك لو لاحظت ان هو بيشرب كتير وبيدخل التويلت كتير. حاجه ثالثه بيحصل له تبول لا ارادي، بيعمل على نفسه بالليل هو ونايم. بيحصل ان هو ما بيكونش بيعمل على نفسه ولا حاجه، بتشوف في فتره حصل ايه ده الولد او البنت بتعمل على نفسها ليه. الحاجات دي مجتمعين مع بعض ابتدي اشك، لو انا حزق او حتى لو لاحظت عامل وشكه مفيش مشكله ان انا اطمن.
عشان الحق الموضوع بدري قبل ما يوصل لي لتحمض الدم واقع في غيبوبه يعني يبقى في مشاكل تانية. سايا يعني مجتمعين دي اللي بتفرق او الفيصل في الموضوع، لاني ممكن طفل عادي ما كانش بيعمل ما عندوش تبول لا ارادي جاله طفل تاني ابتدى يغير فممكن فده طبيعي جدا عند الاطفال كلها، لكن زي ما حياتك بتقولي لنا لازم التلات عوامل تكون مجتمعين او حتى كده لان حتى حضرتك لان الاول احنا ما كانش فيه وعي كتير او ما كانش بنتكلم كتير عن السكر وعن اعراضه وعن الكلام ده، كان كتير عن اللي مش عارفين. لكن دلوقتي نظرا لنشر الوعي والحاجات دي كلها لازم ناخد بالنا بقى. اي حاجه تحصل اخد الطفل واحلله ما يجراش حاجه عشان اطمن. تمام. هل سوء التغذيه ممكن تكون عامل مساعد في اصابه الطفل بالسكر؟ بصي حضرتك زي ما احنا قلنا الاسباب بتاعت اصابه تايب 1 ملهاش دعوه بالتغذيه، يعني السمنه مش سبب رئيسي او مش سبب ان انا اخلي الطفل يصاب بالسكر تايب 1 لكن هي عامل رئيسي جدا في تايب 2. تمام. وهنقول ليه برضه. صحيح. تايب 1 لان احنا بنقول البنكرياس بيتوقف تماما، الانسولين بيبطل ما بيطلعش. انا بقول سوء التغذيه مش السمنه يا دكتور، او سوء التغذيه او حتى سوء التغذيه. لا مش هو ده السبب، ما هي سوء التغذيه بتديني يا اما سمنه زياده يا اما نحافه زياده، فالاثنين مش هم السبب اللي هيوقفوا لي الانسولين او البنك الخلايا البيتاسيل او جزر لانجرهانس انها تقف انها تطلع لي انسولين. لكن تايب 2 بنقول ان هو في كميه انسولين طالعه بتبقى هي مسؤوله عن تمثيل الغذاء للاكل اللي داخل، لو انا اكلت اكتر كميه الانسولين اللي الجسم المفروض يطلعها مش هتكفي دون، زائد ان في مستقبلات انسولين مش بتستقبله، فكل العوامل دي بتسبب النهايه تايب 2. تمام. طيب الطفل المصاب بمرض السكر تايب 1 او تايب 2 زي ما حياتك قلت لنا، هل في نوع تغذيه معينه ممكن او المفروض الطفل ده يتغذى او اكل معين المفروض ياكله ولا لا؟ طيب بالنسبة لتايب 1 اللي احنا بنتكلم عليه الأول، أنا بقول عشان نتكلم عن التغذية في تايب 1، أنا بعود الطفل إن هو ياكل بحاجة اسمها نقطة، ودايما أول ما بيدخل عندي بقول له بص احنا طبعا الطفل زي ما أنت عارفة وقلتي حضرتك في الأول إن هو بيبقى زي أصحابه، عايز ياكل شوكليت، عايز ياكل شيبسي، عايز ياكل مولتو، عايز ياكل جاتوه، عايز ياكل آيس كريم، اي اطفال كده. فهي بتنزعج اول حاجه لما يجي لها سكر بتنزعج طبعًا. من قله الاكل ده او انها تتحرم. صحيح. فانا بقول للامهات او للاسره او للاب لا حرمان، اول ما بيدخل شعار الجمعيه كده احنا في الجامعه نقول لهم لا حرمان مع السكر بشرط، وحط تحت شرط 100 خط بقول له ان انا هاكلك كل حاجه بس بشرط. ايه الشرط بتاعك؟ ان انت تعدي لي نقط. يعني ايه اعد؟ انا هقف عند لا حرمان. أيوة. وهرجع لها تاني بعد المداخلة التليفونية. معانا ميري من اسكندرية. الو. الو يا فندم. ايوه اهلا بيكي يا استاذة ميري، اتفضلي سؤالك سريعا. انا عندي طفل عنده حوالي سنة وشهرين. عنده قد ايه سنة وشهرين؟ نعم يا فندم. عنده قد ايه الطفل؟ عنده سنة وشهرين. سنة وشهرين، تمام. عايزه اعرف ازاي ادخله السكر المفيد لجسمي، انا قبل سنه كنت بدخلش سكر خالص في الاكل، دلوقتي عايزه ادخل السكر بس يكون معجون ومفيد لي او النشويات المفروض تكون مفيده لي في الفتره دي. لكن ما عندوش سكر. هو ما عندوش سكر؟ لا ما عندوش سكر. بس عايزه تعرفي ازاي تدخلي له السكر المفيد اللي يفيده في السن ده سنه وشهرين. طبعا. تمام. بشكرك جدا استاذة ميري. ومعانا استاذة سهير من القاهرة. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي يا استاذة سهير. اتفضلي. حضرتك عندها 7 سنين وعندها من حوالي 2.5 سنين السكر في البول 2 موجب. سكر في البول قد ايه؟ 2 موجب. 2 ايه؟ 2 موجب. 2 موجب؟ ايوه. تمام. فروحت كشفت عند دكتور كلى قال لي لا دي عايزه تروح لاخصائي سكر غدد صماء، فانا مش عارفه اعمل ايه. تمام. حاضر. حضرتك هي هنا في اسكندريه ولا في القاهره؟ حابه تساليها سؤال. حضرتك موجوده فين؟ حضرتك في القاهره ولا في القاهره؟ في القاهره. ايوه في القاهره. طب حضرتك يا ريت تروحي لاي دكتوره بتاعه غدد صماء ووحده الغدد الصماء والسكر بتوع الاطفال، هم دكاتره كتير هنا، في دكتوره منى سالم، في دكتوره نرمين صلاح، في دكتوره منى عزه هو الدكتور، في دكتور دكاتره كتير نصحة. بس لازم على فكره تايب 1 يعني انت تروحي لدكاتره بتاعه غدد صماء وسكر الاطفال، بلاش سكر الكبار. أيوة. روحي حد سكر اطفال علشان هو هيدلك هيقولك تعملي التحاليل ايه المطلوبه ونشوف ايه السكر. أيوة. فيه موجود ولا لا.
انا عملت في الدم وعملت السكر اللي هو التراكمي. طلع كام حضرتك؟ ممكن هيكون ايه؟ نعم طلع كام التراكمي اللي هو اتش بي اي 1 سي؟ انا مش فاكره، بس هو ما قال لي، وريته للدكتور قال لي مفيش في الدم ولا تراكمي. مفيش في الدم ولا التراكمي؟ لا يبقى حضرتك تروحي لحد يعني. بقى غدد صماء يبقى في مشكله ثانيه، ده يعني مش تبع التغذيه، ده عايز طبيب بشري. بقى حضرتك تروحي لحد يا دكتور. في الاول نصحها تروح لدكتور كلى. صحيح رحت لدكتور كلى، راح قال لي روحي الغدد لدكتور غدد صماء. ما انا بقول لحضرتك يبقى في مشكله ثانيه، لازم تبقى في دكتور بشري تبع حضرتك. تمام، بشكرك أستاذة سوير. كانت أستاذة ميري كانت بتسأل ابنها أو بنتها سنة وشهرين وعايزة تدخله بقى السكر المفيد في السن ده. بصي حضرتك، في السن ده بيبقى فيه معادلات معينه بنعملها للطفل، من اول في تغذيه للطفل من اول يوم اتولد، من يعني بعد الرضاعه بعد الفطام بيبتدي النظام تغذيه خاص بقى بالاطفال اللي هي ما عندهاش سكر. بتبتدي تدخل ازاي جزء وجزء، وازاي بيبقى فيه سكريات صعبه ان الطفل ياخدها، والعسل مثلا في الاول خالص بيبقى صعب، نستنى شويه. فبيبقى ليه بروجرام كتير، ده عايز بقى حلقه لوحده نتكلم عن تغذيه الاطفال اللي هي خارج السكر، وتبقى يعني الطبيب المعالج والمتابع الطبيب اللي هي بيعالجها هيدخلك الكلام ده حته حته. تمام. طيب لاني الحقيقه قدامنا دقيقتين بس، حضرتك كنت قبل المداخله بتقولي لا حرمان. لما بيجي لك طفل عنده السكر تايب 1 بتقولي للاهل لا حرمان. نكمل بقى. المفروض ان احنا بنقول ان زي ما المعتاد بنقول ان الامهات او اللي في الاسره يقولوا انت جالك سكر ممنوع تاكل شوكليت، ممنوع حلوه طحنيه، ممنوع ممنوع ممنوع. لا، ياكل كل حاجه بس بيعد بالنقط. النقطه يعني مينز 15 جرام كربوهيدرات، زي اللي هو الرغيف. لو احنا قسمنا الرغيف اربع ارباع، الربع بتاعه ده اسمه نقطه، يعني ربع رغيف عيش فيها 15 جرام كربوهيدرات اللي احنا كنا بنقول لما ناكله بيجيب لنا سكر. فالتغذيه بنقسمها ان التغذيه عند الهبوط ليها نظام، عند الارتفاع ليها نظام، عند الرياضه مهم جدا ليها نظام، عند المرض ليه نظام. لو اتكلمنا مثلا بسرعه عن الرياضه، الرياضه الطفل السكري له كل نص ساعه لعب له نقطه نشويات ياخدها، يعني ربع رغيف، ربع رغيف او بسكوته او اي حاجه. ولو هم اكتر بيحبوا بقى تشوكلت هاكلها له ساعتها، الايس كريم هاكله له ساعتها، ان عشان هتتحرق في الرياضه. بالظبط. لو هو اقل من ست سنين بديله نقطتين، اكبر من ست سنين كل نص ساعه ليها لعب. في الهبوط لو حصل ان هو عنده هبوط برضه بفرق، لو الهبوط ده جه ساعه وجبه او في الوسط بين الوجبات. لو عنده قبل الوجبه بعالجه الاول بسكريات سريعه. ايه هي؟ سكر، عصير، بيبس، بومبون، عسل مربى، بديله نص كوبايه، نص مج عصير او نص مج سكر، نص مج بيبسي او عصير، او لكل 20 كيلو وزن بديله معلقه سكر واحده في بقه، واديله بق ما يشربها، واستنى خمس دقائق واحلل، وبعدها ادي نقطه ارفع بيها. لو هو ساعه وجبه بعمل حسابي ان انا ارفع واديله وجبته، اديله الانسولين بتاعه عادي، واديله وجبته واديله نقطه الرفع دي اللي كل ام بتنساها عند الاكل. مش ان انا هاكله خلاص، لا، خلي بالك في حصل خطا ان في عنده هبوط، لازم اعالجه ان انا ادي وجبته اللي مسؤول عنها الانسولين زائد الوجبه الاضافيه بتاعه المعالجه. تمام. والعند الارتفاع بقى بقلل بالانسولين، برضو باخد جرعه انسولين اضافيه علشان ابتدي اكل. وساعة المرض برضو السكر بيبقى عالي قوي، فبدي انسولين اخفض وبعدين ااكل النقطة العادية. وفي الاول بيبقى متذبذب يا دكتور، اول ما بيكتشفوه. يعني فدي بتبقى محتاجة متابعة دقيقة. نسيت اقول لحضرتك برضو في الاول، اول ما يجي الطفل عنده سكر بنبتدي نوزنه ونشوف عمره ووزنه، وبنعمله معادلة كده 1000 زائد 100 في سنه، بتطلع له عدد السعرات اللي بياخدها، نقسمها ناخد نصها الكربوهيدرات، بنقسمه بعدين على 4 عشان اطلعه للجرامات، وبعدين نقسمه على 15 عشان اطلع عدد النقط. النقط بتاعت الطفل اللي تخصه حسب سنه وعمره وطوله وسنه، بنقول بياخد 30% منها غدا، و20% و20% فطار وعشاء، و10% سناكس او وجبات خفيفه بين الوجبات. دي عدد النقط بتاعت الطفل اللي هو عشان يمشي مظبوط سليم اللي عنده السكري والاسكري. المشكله انه طفل، فدي بتبقى صعب الكنترول عليه شويه. يعني حضرتك بديله اللي هو بيحبه، على فكره كلمه لا حرمان، انا بديله كل اللي هو عايزه في النقط اللي انا بقولها له وبحطها له. يعني الاول في الصبح ان انا بقول لازم نص الوجبه او نص نقط بتاعت الصبح لازم تبقى من النشويات.
انا بقى في السناكس لو هو بيلعب رياضه بدخل له كل الحلويات اللي بيحبها، لو في الغداء بديله نقطه واحط له كمله نقطه بالحاجات الحلويات برده اللي بيحبها. تمام. في كل وجبه بحاول ادخل له كل حاجه بيحبها بس بالراحه بعد النقط، فكده بياكل مظبوط، انسولين مظبوط، صحه مظبوطه، سكر مستقر موزون في الدم. لكن مش هيخف منه الطفل يعني زي ما حضرتك بتقولي ده يعتبر البنكرياس مدمر لغايه لما ربنا بقى يتدخل ويجيب لنا اللي هو الخلايا الجذعيه وزرع الخلايا والكلام ده. تمام. بشكرك جدا، معلومات قيمه جدا، انا شخصيا استفدت قوي من حلقتنا النهارده، وزي كل مره الحقيقه بنكون مبسوطين بوجود حضرتك معانا. دكتور بهجه البدري، رئيس مجلس اداره جمعيه اطفال السكر، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا بنعتذر لكل حد اتصل بينا وما لحقناش ناخد تليفونه ونجاوب على سؤاله، لكن من فضلكم تقدروا تتواصلوا معانا على الصفحه الخاصه بالبرنامج من يجد على الفيسبوك، ابعتوا لنا اسئلتكم وبالتاكيد هنرد على كل سؤال بتبعته لنا. فاصل قصير وترجع لكم سالي وهنكمل معاكم فقرتنا الروحية والكلام عن الخدمة ودور المرأة في الخدمة وقت كرازة الرسل. انتظرونا بعد الفاصل. النهاردة هكلمكم على النوم عند الأطفال. لازم نعرف أن النوم دي مشكلة بتقرب جدا الأبهات والأمهات، لكن النوم ده مهم لأن لازم الأطفال تنام في نوم عميق وهادئ وغير متقطع. النوم المقصود بيه أنه ينام في سريره، ما ينامش على كنبة، ما ينامش على كرسي، لأن النوم في حالة الاستلقاء الدائم ده بيساعد على إفراز هرمون اسمه الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو. الهرمون ده بيفرز من الغدة النخامية اللي موجودة في المخ. هذا الهرمون بيساعد على سرعة نمو الأطفال. كلنا بنلاحظ أن بعد الرضاعة الطبيعية الطفل بيبتدي ينام. كتير من الأمهات تيجي تقول بيفضل نايم مدة طويلة يا دكتور بضطر أصحيه، بنقولها لا ما تصحيهوش، لأن الطفل أثناء النوم بينمو نمو أسرع من هو صاحي. ده مش كده وبس، الطفل كمان أثناء النوم كرات الدم البيضاء المسؤولة عن حماية الإنسان من الأمراض والعدوى وبتقاوم الأمراض بتنمو بصورة أسرع. الأطفال اللي بيخشوا في نوم عميق بيطلع مواد اسمها السيتوكينات. السيتوكينات دي بتساعده على مقاومة نزلات البرد، ولذلك الأطفال اللي بتنام نوم كويس بنجد إن هم عرضتهم تعرضهم لنزلات البرد والأنفلونزا بتقل كتير. كمان النوم بيساعد على عملية الهضم. كمان النوم، الطفل أثناء النوم وهو بيحلم بيوضب هيعمل إيه لما يصحى، بيرتب يومه. لاحظنا كمان أن الطفل لما بينام نوم عميق بيساعده على أنه يكون أكثر إدراكا للي حواليه، لأن الطفل اللي بينام نوم متقطع، نوم غير كافي، ساعات غير كافية، الطفل دول بيكونوا أكثر لمرض فرط الحركة اللي بيظهر في السنوات الأولى من الدراسة. وهذا المرض مرض مهم وابتدينا نشوفه وبنشخصه، اسمه الـ ADHD. طيب الأم عايزة تعرف إيه الساعات اللي المفروض ابنها ينامها عشان تعرف إيه الطبيعي، عشان إيه اللي مش طبيعي تسأل فيه طبيب الأطفال. الطبيعي إن الطفل حديث الولادة أول 3 شهور بينام فترات نوم كتيرة من حوالي 16 ل 18 ساعة في اليوم، جاست إن هو بيصحى يرضع يغير ينام. من 3 شهور لسنة بينام حوالي من 14 ل 15 ساعة في اليوم. من سنة لثلاث سنوات زي ما قلنا 14-15 ساعة، بعد 3 سنين بينام حوالي من 12-14 ساعة لغاية 6 سنين، من 6 سنين بينام من حوالي 10-12 ساعة في اليوم، من 6 إلى سن المراهقة 12 سنة بينام حوالي 10 ساعات في النوم. إزاي نساعد أولادنا على النوم الطبيعي الهادي؟ أمهات كتيرة تقول لك ببقى عاملة كل حاجة وابني برضو ما ينامش. علشان ابنك ينام ساعات طويلة، ينام نوم عميق، لازم تعملي كذا حاجة. أول حاجة إن الطفل ده ما يكونش مبلول، تكون الحفاضة بتاعته ناشفة، مهم جدا إن احنا نغير له. الطفل ما يكونش جعان، لازم يكون راضع. بعد كل ده يفضل إن احنا ننيمه في وضع إن هو يكون مكور، مغطيينه ومكور، وناخد بالنا إن ما تكونش الأغطية لا خفيفة عشان ما يبقاش بردان، ولا تقيلة عشان ما يكونش حران.
كمان ان الطفل ده ممكن نحط جنبه منبه يعمل له صوت يفكره بصوت ضربات الام اللي كان بيسمعها في بطنك، صوت خفيف كده وهادي. ممكن كمان لازم يكون في ظلام، لان الظلام الدامس ده بيساعد الطفل على ظهور افراز هرمون الميلاتونين اللي بيساعدنا على النوم العميق. كمان مش معقول لطفل يكون نايم ويكونوا اطفال بيلعبوا حواليه، اخواته عمالين يزعقوا ويصرخوا ويلعبوا، كمان ما يكونش الاب والام قاعدين يتكلموا وعاملين دوشه. في النهايه هنكمل مع بعض ملاحظات كتيره تكون عندكم ونصايح كتيره اقولها لكم في المرات اللي جايه. مرحبا بكم مرة تانية في فقرتنا النهاردة. الحقيقة انه قلنا في المقدمة ان احنا عايزين نتكلم عن دور المرأة في نشر الانجيل في الكنيسة الاولى، وحابين كمان نتكلم عن بصفة خاصة عن ليديا بائعة الارجوان، حابين نتكلم عن هي ازاي تقبلت فكرة المسيحية، هي اصلا يعني بدأت ازاي الموضوع معاها، كانت بتعمل ايه، معنى اسمها ايه، نعرف تفاصيل كتير جدا عن ليديا مع واتسابونا القس كرولوس ساويرس، كان كنيسة القديس ماري ماركوس أراسول مصر الجديدة. أهلا بقدسك يا بونا. أهلا بيك، شرفنا ونور. منورين أبونا. بداية كده عايزين نعرف دور المرأة بشكل عام في الكرازة كان عامل إزاي؟ الحقيقة المرأة كان من أول الكاريزات، يعني لو نرجع كده للكتاب المقدس لأن أول كاريزة معتمدة بأمر من المسيح هي مريم المجدلية. فمن ساعة الريادة بتاعت مريم المجدلية والموضوع مستمر، فنلاقي بعد مريم المجدلية كده سفر الأعمال يكلمنا عن واحد اسمه أكيلا ومراته بريسكيلا وبيشتغلوا في الكرازة مع بولس الرسول. نسمع من بولس الرسول عن الشماسة فيبي خادمة كنيسة كنخارية ودورها في الكرازة. نقرأ في السنكسار عن القديسة تكلة أول الشهيدات ودورها في الكرازة. فنلاقي كده واحنا ماشيين سواء في سفر الأعمال أو في رسائل معلمنا بولس الرسول أو في تاريخ الكنيسة نلاقي شخصيات نسائية كاريزة كتيرة، وطبعا الريادة ترجع لمريم المجدلية. جميل. طب احنا بقى حابين النهاردة نتكلم أكتر مع قدسك عن ليديا بائعة الأرجوان وعن دورها في الوقت اللي هي كانت موجودة فيه، في أنها تنشر الإنجيل في الكنيسة الأولى، في أنها تبدأ من الكاريزة أو تبقى من الكاريزات. حابين نتكلم عن اسمها معناه ايه، حابين نتكلم عن طبيعة عملها، حابين نتكلم عن كل ما يخص ليديا النهاردة علشان نعرف احنا كمان لينا دور لغاية فين في موضوع الكرازة، بشكل طبعا مختلف عن اللي كان بيحصل زمان، ولكن الكرازة المفروض انها مستمرة حتى وقتنا ده. تمام. ليديا بائعة الأرجوان شخصية من الشخصيات الجميلة جدا موجودة في سفر الأعمال إصحاح 16. يحكي لنا الكتاب المقدس كده يقول انها كانت موجودة في مدينة فيليبي في اوروبا مقدونيا، دي اول او اتينا دلوقتي يعني او حتة بتاعت اليونان، كانت موجودة هناك. هي اساسا من مدينة اسمها ثياتيرا، دي واحدة من مدن اسيا الصغرى اللي جات سيرتها في سفر الرؤية اللي بعت لها رسائل. بتشتغل بائعة أرجوان، احنا تعبير بائعة أرجوان نحس انها ست غلبان، لكن الحقيقة لا، الأرجوان دوت كان من القماش الغالي، والأرجوان ده صبغة حمراء بتاعت الملوك وبتاعت الأثرياء، فهي بياعة في 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 خامة غالية زي ما بيقولوا. ففي الأغلب هي كانت من الأثرياء، وفي بعض الكتب التاريخية بيقولوا انها كانت متزوجة من ثري بيشتغل في تجارة الأرجوان، وبعد ما توفى هي كملت التجارة بتاعته. فهي من سيدات الأعمال مهاجرة من ثياتيرا لفيليبي عشان تكمل الشغل بتاعها. تمام. دي الجزء اللي يخص الشغل بتاعها. معنى اسمها؟ معنى اسمها الحقيقة موجود في أكتر من ليه أكتر من معنى. أول حاجة يقولوا إن ليديا دي المقاطعة اللي موجود، المقاطعة الكبيرة اللي موجود فيها مدينة ثياتيرا، وهي اتسمت على اسمها. تمام. موجود تفسير لاسمها السيدة التقية. تمام. ده واحد من التفسيرات، الثاني السيدة الغنية، الثالث المتألمة. فهو اسمها ليه أكثر من معنى حسب اللغة وحسب المنطقة
اللي بتشوف الاسم ده او المعنى دوت. بدات ازاي بقى بونا ليديا ككارثه؟ بدات ازاي في الدخول للمسيحيه؟ بدات ازاي او بدات تلمذتها على يد بولس الرسول ازاي؟ يعني حابين كده نتكلم عن كل ما يخص بقى فكره الكرازه عند ليديا. طيب خلينا قبل ما نخش على فكره الكرازه نشوف هي اتعرفت بربنا ازاي. تمام. الاول ليديا زي ما كنت بقول لك هي من الامم، هي مش من اليهود. لكن الحقيقه لما جت على مدينه فيليبي واضح انها التصقت بمجموعه من اليهود، التصقت بمجموعه من اليهود ابتدت تعرف ربنا، فبقت من الدخلاء اليهود. يعني ايه الدخلاء؟ يعني دخلت على اليهوديه. امنت بربنا، ويقول عنها سفر الاعمال كده كانت متعبده للرب. يعني كانت انسانه حسب تفسير اسمها بقى انها السيده التقيه، فعلا هي كانت تتقي ربنا، متعبده ربنا، ليها علاقه بربنا. بس هي طالما يا ابونا كانت من الاول خالص ملهاش علاقه باليهوديه، وبعدين التصقت الى في فتره من الفترات باليهود او باليهوديه، فبدات هي كمان تعرف ربنا، بدأت تآمن بده، معنى كده ان هي كمان من جواها عندها استعداد انها تتقبل ده. ده حقيقي. وده اللي هنشوفه لما بولس ابتدى يكرز، يقول كده فانفتح قلبها او فتح الرب قلبها. فواضح ان زي ما انت بتقولي بالظبط كده انها من نوع اللي عنده استعداد. يعني في ناس كده مجرد ما تسمع حاجه عن ربنا تلاقي قلبها اتفتح واشتغلت مع ربنا وتجاوبت مع صوت ربنا. ليديا كانت من النوع دوت. وكانت مواظبه على اجتماعات اليهود، ولان فيليبي دي كانت مدينه عسكريه، وكان ممنوع فيها اقامه اي شعائر دينيه، فاليهود ما قدروش يعملوا فيها مجمع. فكانوا بيجمعوا عند النهر اللي خارج المدينه، يطلعوا بره مدينه فيليبي، جمعوا عند النهر يعملوا اجتماعات، وكانت ليديا من الناس المواظبه على هذه الاجتماعات، لغايه ما وصل بولس الرسول فيليبي، ونبتدي نتعرف اتقابلت ببولس ازاي. تمام. وصل بولس الرسول فيليبي، بولس الرسول كان عادته أول ما يوصل أي مدينة عشان يبتدي الكرازة يدور اليهود متجمعين فين. فدور اليهود متجمعين فين، عرف إنهم بيتجمعوا خارج المدينة عند النهر، وعند النهر دايما يحبوا يتجمعوا حوالين الأنهار عشان التطهير والغسلات اليهودية بتاعتهم. فراح لهم يوم السبت، يوم لقائهم متجمعين عند النهر، في موجودة معاهم ليديا بائعة الأرجوان. بولس الرسول دخل التجمع اليهودي دوت، وابتدى يكلمهم عن ربنا يسوع المسيح، ويقول السفر الأعمال تعبير جميل جدا انت شاورتي عليه من شويه، يقول ففتح الرب قلبها. ايوه، ففتح الرب قلبها، فتجاوبت مع بولس الرسول. بولس كان مع سيلة في الرحله دي او في المكان دوت، تجاوبت لتعليم بولس الرسول وامنت بربنا يسوع المسيح. ويقول برضو سفر الأعمال تعبير جميل إنها ألزمت بولس وسيلة إن هم يروحوا بيتها. بولس ما كانش من عادته إن هو يخش بيوت، لكن ألزمت بولس الرسول إنه يخش بيتها، وتعمدت هي وبيتها جميعا. طب هل مثلا كان في حد قال حاجة عنها يا بونا في الفترة اللي هي ما بين دخولها اليهودية وما بين اندماجها او سماعها او فتح قلبها وقت لما كان بولس الرسول موجود هو وسيلة في الوقت ده؟ يعني الفترة اللي في النص دي كانت هي في انهي منطقة في علاقتها بربنا؟ اللي قالوا سفر الاعمال وقلت لحضرتك من شوية، متعبدة للرب. يعني عاملة ايه؟ يعني انا كلمة متعبدة حتى دي لو حبينا نقف قدامها شوية، يعني ايه متعبدة؟ يعني بتروح تصلي، متعبدة للرب، يعني تتقي ربنا حتى في شغلها، واضح انها حتى كانت انسانة امينة في شغلها، تتقي الرب او متعبدة للرب زي ما قلنا، بتصلي، تتقي ربنا في معاملاتها، بتحب ربنا. واظن كده ان هذا الاشتياق لوجود ربنا في حياتها هو اللي خلاها تقبل تعليم بولس الرسول بسهولة. جميل. بعد كده هي طلبت او اجبرت بولس الرسول وسيلة على انهم يجوا البيت. وتعمدت هي واهل بيتها. اتعمدت هي واهل بيتها، ودي دليل انها من الشخصيات دي اول كرازة عملتها. ايوه، وده ترتيب الكرازة اللي قاله ربنا يسوع المسيح، تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. ودايما الاباء يشاوروا ان اورشليم هي النفس والبيت. ايوه، فهي اهتمت انها اول ناس تعرف أهل بيتها. واهتمت ان هم يتعمدوا ويقبلوا الايمان معها، ما اهتمتش بنفسها بس. لا، عينيها كانت بص على
اهل بيتها. شكل بقى الخدمه يا ابونا بعد ما حصل ده، يعني اتقال انها فتحت بيتها للمبشرين وطول الوقت كانت بتستضيفهم عندها في البيت، الخدمه بعد كده والكرازه مع ليديا تطورت لغايه فين وهي عملت ايه وردود الافعال في الوقت ده تجاه ليديا كانت عامله ازاي؟ بصي، اول حاجه انها فتحت بيتها، واي بيت يتفتح لربنا احنا زي اي بيت بنقول عليه انه كنيسه. ده اول خطوه، والحقيقه الخطوه دي كان فيها جراءه شديده من ليديا ان هي تفتح بيتها كنيسه وتفتح تستضيف بولس وسيلة. واحنا بعد يعني الايه اللي بعد كده ان بولس وسيلة دخلوا يبشروا اليونانيين نفسهم فاتقبض عليهم واتسجنوا ودخلوا السجن، فكان طبعا ده في خطر عليها هي شخصيا، فطبيعي ان يبقى في خطر شخصي عليها. لكن الحقيقه المفاجاه اللي نلاقيها ان بعد سجن بولس وسيلة يخرجوا من السجن فتفتح بيتها لبولس وسيلة مره تانية وتصر ان هم ييجوا بيتها ويبقى بيتها مركز للكرازه ومركز للتبشير في منطقه فيليبي وما حولها. فنبص كده لشخصيه ليديا نقول انها نمره واحد شخصيه بيتها مفتوح، وده في حد ذاته كرازه طبعا، يعني حتى الكتاب يقول لها كده لا تنسوا اضافه الغرباء، دي وصيه عندنا، بس هي عملتها بتلقائيه مع بدايه ايمانها بربنا يسوع المسيح. فتح بيتها كرازه وخلت بيتها سنتر، مركز للبشاره ومركز لشغل معلمنا بولس الرسول. يعني اللي يسال عن بولس في فيليبي يقولوا له هو فين؟ في بيت ليديا بائعة الارجوان. يعني عنوان بولس في فيليبي ليديا بائعة الارجوان. فده كان جاذب ناس كتيره. ثالث حاجه انها انسانه موجوده وسط المجتمع. احنا ما بنتكلمش على انسانه على الجنب، لا دي انسانه ثريه، إنسانة بتشتغل مش قاعدة في البيت ولها أسرة، والحقيقة التلاتة دول استغلتهم عشان خاطر الخدمة. دي الإمكانيات أو الوزنات اللي موجودة في حياتها استغلتها عشان خاطر مجد اسم ربنا. استغلت ثراها، استغلت بيتها، استغلت شغلها، وكانت من خلالهم بتوصل اسم المسيح. ورابعا إن عندها وزنة اسمها وزنة الجراءة. أيوة طبعا، وزن الجراءة. الحقيقة إنسانة شجاعة جدا، استضافت بولس مرتين والمرتين زي ما بيقولوا كده حالة حرجة يعني. طيب بما اننا بقى اتكلمنا على الوزنة الصعبة اللي كانت عند ليديا دي يا ابونا، احنا كتير مننا بقى بيقع في عصرنا الحالي ده، في الوقت الحالي ده، انه بيخاف شوية وانه بيتوتر شوية وانه بيخاف يتكلم مع الناس عن اي حاجة تخص السيد المسيح وعن ربنا وعن الانجيل، او لو عرفنا او لو حبينا نتكلم ما بنعرفش نتكلم صح، وما بنعرفش نخدم صح، وما بنعرفش نفتح قلبنا طول الوقت كده زي ما ليديا فتحت قلبها اول لما سمعت الكلام عن ربنا، ما بنعرفش انه نفهم امتى الكلام اللي مبعوث لنا ده مبعوث من ربنا وامتى الكلام ده لا ده مش كلام ربنا، ما ينفعش ابدا نفتح له قلبي. فاحنا واقعين بقى في حته كده يا ابونا غريبه شويه، واقعين في حته كده اللي هو احنا مش فاهمين، مش عارفين، خايفين، متوترين طول الوقت، ما بيننا وبين نفسنا واثقين فيه طبعا ومسلمين له، ولكن تصرفنا مع اللي قدامنا بيبقى الى حد كبير مختلف. طيب خليني اقسم كلامك لجزئين. الجزء الاولاني اثق ان الكلام ده ليا شخصيا والكلام ده من ربنا ولا لا. هرجع لليديا تاني واجاوب من جوه حياتها. كلمه متعبده للرب تفرق قوي. الانسان اللي على صله بربنا ثابته وقويه يقدر يميز صوت ربنا. واقول لك كده، اذا كنت انا مش عارف اميز صوت ربنا خليني ارجع للكنيسه تقول لي ده صوت ربنا ولا لا. دي النقطة الأولى من سؤالك. النقطة الثانية، إزاي أقدم ربنا؟ أنا ما عنديش شجاعة بولس ولا شجاعة سيلة ولا شجاعة ليديا نفسها إن أنا أتكلم. برضو هرجع من حياة ليديا نفسها أقول لك كده، إن ليديا ما سمعناش إنها وقفت وعظت ناس أو اتكلمت، لكن كان ليها سلوك، كان ليها سلوك جميل جدا. هذا السلوك يوصل للناس ويوصل ربنا للناس. حتى المسيح نفسه قال كده، يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكان جزء من الأجزاء المهمة في الكرازة هي تقوى الناس أو حياة الناس الشخصية اللي خلت الأمم تشوف المسيح فيهم فيؤمنوا بالسيد المسيح. يا
جميل، وتسيبونا الكلام طبعا عن المبشرين عمره ما بيخلص الكلام، عن الكراز عمره ما بيخلص الكلام كتير، وحابين احنا كمان كنا نوصل رساله اكبر من كده. بشكر قدسك شكر جزيل القس كارولوس ساويرس كاهن جاسل القديس ماري ماركوس الرسول مصر الجديده، كل سنه وقدسك طيبون. سلام طيبين. مشاهدينا كنا معاكم النهارده في حلقه من يجدها اليوم الاثنين، نتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، وما تنسوش ان كل حلقات من يجدها بتنزل على الصفحه الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك باللوجو بتاع البرنامج، كمان اعاده الحلقات بتبقى كل يوم خميس كل يوم جمعه الساعه 3 الظهر. هنشوفكم يوم الاربعاء ان شاء الله قبل الميعاد ده بساعه وحلقه جديده ومن يجدها.